عايسدي محلى رمضان ومسمح صهريته لما حال هو توماس الصبيح اما نخمم باش نكلم شويه سياسيين هكا نجي من بحذين هنا في البلاتو ايش قالكم نكلموا سي ابراهيم القصاص يجي بحذين ليله في بلاتو برنامج قلم قصص شكون الصباح يا فتاح؟ أمرهم حمادي حمادي معك والله حرام عليك يا شخصية مكلمني على الصبحة أسي إبراهيم إيش قولك الليلة كان نجيب حذينا نعمل هكا بلاتو سمح نحكي فيه شوية على البلد تو هكا تكلمني على الصباح وتحكي لي على البلاتوات والواحد صايم تلواحد ربي يعلم بحاله تتشهي فينا وتسيللنا فريقنا على الصباح يا ودي ما هوش بلاتو زلام يوم خير أقرأ بلاتو تلبزة وحدي تقول نرفزة مش تلبزة أخطاني يا شخصية ومعاش تكلمني على الصباح أنا نقول لك في رمضان الفضيل ما عنده وين يدور الريح فهمت ترى شي حاجة أي مرة ترون كلمة رشودة ألا أسد الشيخ أي شي حالك أي والله لا تحزم ولا تحيا مقيمني على الصباح ما عندك شرق الاحياء يا ولدي ما عادش تطلبني وفسخ نومرو يا يا ودي شبيه حتى هنا اي ترى شي حاجه برا نشوفه غيره الو سلومه يا سلومه يا ذبذبات الحومه ايش حالك ايه اسمعني ايش قولك كان نجيب احنا الليله للاستديو اخطاني شباب لا فكرك ذبذباتك اني تو لاهي هلبه اني قاعد نحضر في شعار قنوات جديده بعد ما التونسيه ربحت القضيه قال له استديوهات قال له لعب ايش اصبح المبروك اجماع كل متغشين وفي حاله الله اكبر احسن حاجه نكلم سينا يجيب الشيبي راجل فينو معلم وما يبخص حد الو اسي نجيب ايش حالك اي اسمعني وفهمني بالبي الليله نحبك تجيب حذايا للقناه نتاعنا تعمل بحذانا انترفيو ايه توكي هو الليله علاش وكلمني من الصباح باش ايش في بالك باش تكلمني البارح ولا قلت البارح اللي مستدعي في نهاره يا قاعد في داره هاي سيدي برا عن روحك انا الذي لاهي بيك والذي لاهي بخيرك يا ودي زيد علينا وعلز المنصف راجل يخلقه بيا ومعلم واسمع ودي ما يحب يجي في التلفزه راهو الو اهلا يا سيد الرئيس المؤقت اش الوقت يا اخي فما توانسه فايقين يحكيو في التليفون بون تي ديفي 10 متاع الصباح يا سيد الرئيس المؤقت ايش قله الحياه مادام هي العشرة متاع الصباح وفي رمضان تكيم فيها لاباس قال لك عليا من اول اللي يصبح ويرقد النهار الكل عيب عليك عيب عليك عيب عليك والله الشيداش تواخي رمضان شهر الصيام وعبادة ولا شهر غش وتنرفيه سنون ايش يا عبادة زادة الو افهم اسمع خير اخي حمد سعيد نارك زين العبدين بن علي اي سيدي حاصل لي الفضك اسم المخلوع تصيوم اي بيه سيدي مالا نارك مخلوع بيش يكا اسمعني يقولك ناس باح خرج من البيت نتكربص نجي قدام الفريجيدار اتحل الباب مش بالعاني تصبت شربة ما في فمي وبطيح شوية بريك وشوية دجاج وشوية زلابه مخارق وخي نسمك فطرت لا يا صاحبي هكا ما تسمش فطرت تسمى تعشيت